بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم، وعلى حسب طلب أحد أفراد عائلة الغالية في معرفة أثمان أقفاص طيور الباجي أو أقفاص تزاوج طيور الباجي، فكما تشاهدون هذا القفص هو صالح لطيور الباجي، عنده مأكلتين ومشربية، وكذلك يحتوي على مجثم. هذا القفص هو شبيه القفص الأول لكن ذو ثلاثة معالف، وهو صالح وجيد جدا للتزاوج لأنه لديه وكذلك بابين، باب في الجانب وباب في الوسط. القفص الذي تشاهدون الآن هو جيد كما قلت للتزاوج، وكذلك جيد لوضع فراخ طيور الباجي عند خروجهم. هناك قفص آخر ذو أربع معالف وهو جيد آخر كما تلاحظون يا غالين، له أربعة معالف، شبيه القفص الثاني الأسود بنفس الحجم ونفس الطول. هذا قفص جيد جدا، إذا وجدته عند بائع الطيور فأنصحك بهذا القفص لأنه جيد كذلك للتزاوج، تزاوج طيور الباجي. وإذا كان عندك قليل من المال فاشتري هذا القفص، فهو الأفضل لطيور الباجي وأي طائر عندك، سواء كان طائر باجي أو فيشر أو كوكتيل أو طائر آخر. كما تشاهدون فهو عنده أربعة أبواب، ممكن أن تضع العش في الجانب، ممكن تضع زوجين في اليمين وزوجين في اليسار.